السلام عليكم. الحلقة دي محتاجين نركز فيها شوية لأن فيها معلومات مهمة جدا، يعني نصحصح كده واللي معاك كوباية شاي يشربها ونركز في المعلومات اللي مهمة جدا، لأنه أنا هتناول معاكم الموضوع بشكل مختلف خالص عن اللي أنت بتسمعه. أنت بتسمع دايما أنه في نقد موجه لإنشاء الطرق، يعني أنا بعمل طريق هنا الناس بتنتقد، بعمل طرق داخل مصر يقولك بلاش طرق، كتير جدا اللي أنت بتعمله من الطرق. لكن انا عايز اقولك المفاجأة ان انت مش بس عايز تعمل طرق هنا في مصر، انت عايز تعمل طريق يربط مصر بدول افريقية عديدة، حوالي 9 دول في افريقيا كلهم اما في شرق افريقيا او في جنوب افريقيا، امتداد طول كده بجوار نهر النيل وممتد نحو الجنوب. طيب انا بتحدث عن انه ازاي انت مش بس بتفكر تعمل طريق هنا، ده انت عايز تعمل طريق كمان هناك. الحقيقة ان انت مش هتعمل الطريق اللي هناك على حسابك، يعني انت بتعمل اتفاق، الاتفاق يعني تم التوقيع عليه ما بين عدة دول، حوالي 9 دول في افريقيا هنقولهم لحضراتكم. هذا الاتفاق بينص على ان كل دولة بتتبنى الجزء الخاص بها في انشاء طريق اسمه القاهرة كيب تاون. طيب ايه الهدف من هذا الطريق؟ انا بعمل طريق ليه؟ لما عملوا دراسات لوضع علاقة مصر بافريقيا قال لك انه افريقيا من المفروض انها من الاسواق القريبة جدا لمصر، ولكن انت مش قادر توصل لهم منتجات مهمة، يعني لا منتجات زراعية عارف توصلها ولا منتجات تصنيع عارف توصلها، لا في مطارات ولا في بنية تحتية، وفي منها دول حبيسة لا تطل على مواني، عامل صعب جدا للأمان، مفيش أمان هناك، وبالتالي البنية التحتية متهالكة. انت محتاج تعمل بيلد اب، يعني بناء للبنية التحتية اللي موجودة هناك، يعني انت بتحاول انك تنهض بفكرة ان الدولة تقوم على حيلها عشان تبدأ تتعامل مع هذه الدولة على انها دولة ليها كم كبير من الصادرات والواردات. رقم 2، لما جم يحسبوا كم العلاقة، يعني هناخد مثلا دول الكوماسا، دي دول تجمع كده من شرق افريقيا ووسط افريقيا وجنوب افريقيا، عندك حوالي 20-21 دولة من بينهم مصر. لما نيجي نقيس حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، ده حجم ضعيف جدا، يعني 21 دولة بحسب احصاءات سنتين فاتوا يكون حجم التبادل بينهم حوالي 3 مليار دولار، رقم ضعيف جدا مقابل العدد الكبير من الدول. اتفاقية تجارة حرة وبتستبدل معهم او بتعمل تبادل 3 او 4 5 مليار دولار، معرفش الرقم النهاردة، انا بجيب لك رقم سنتين فاتوا، ولكن القياس الاجابة في الرقم ده ان انت ليك الغلبة في الميزان التجاري، يعني الكم الاكبر من الصادرات لصالحك، بتصدر ليهم اكتر ما بتستورد منهم، تلتين وتلت، يعني بتصدر تلتين وبتستورد تلت، وبالتالي لو صدرت ب 2 مليار دولار بتستورد بمليار دولار، ده في حد ذاته ايجابي. فانا بحاول اوضح لك الجانب اللي كتير من الناس ما يعرفوش. انا في علاقتي مع الدول دي، الدول دي سوق ممتازة بالنسبة لمنتجاتك المصرية، انها سوق المفروض انها قريبة، فهتحصل على السلع المصرية بتمن مش كبير. رقم 2، هتقدر تصدر ليهم السلع رخيصة الثمن، يعني انت عندك جزء كبير جدا من صادراتك مكونات غير معقدة، وبالتالي المكونات دي بتكون تكلفتها المادية رخيصة مش كبيرة. رقم 3، طريق القاهرة كيب تاون ده طريق المفروض ان هيربط 9 دول هنقولهم، ولكن اوضح لحضراتكم حاجة، هو الطريق اساسه القاهرة بداية ثم كيب تاون نهاية في جنوب افريقيا، ولكن قبل القاهرة هناك مدينة اسمها اسكندرية، المدينة دي المفروض انها مراعاة على الطريق، بمعنى ان المدينة المفروض انها ميناء هيجلب حركة تجارة وهيجلب بضائع من الاسواق الاوروبية ومن الاسواق الاسيوية، سواء ميناء اسكندرية او ميناء العين السخنة. فانت هنا بتتحدث عن موقع، الموقع فيه قرب كبير جدا من اوروبا في اسكندرية وقرب من اسيا في العين السخنة، الموقع ده بيسهل يعمل فاسيليتيتنج، تسهيل لنقل المنتجات والبضائع الاسيوية والاوروبية الى السوق الافريقية عبر مصر، ثم انت بتستفيد من عملية النقل كأنك بتمثل قناة سويس يتم عبرها نقل هذه البضائع. زي بقولك هناك أسواق حبيسة، هناك بنية تحتية ضعيفة في المواني، يعني تقريبا مواني ضعيفة ما تقدرش تستقبل كم كبير جدا من الكونتينرز أو الحاويات الكبيرة اللي بتنقل البضائع، هناك دول متهالكة في إفريقيا حرفيا، وبالتالي البداية في التفكير هو إنشاء طريق يسهل الربط بين هذه
الدول. فالهدف المصري هو تسهيل نقل البضائع. شكوى رجال الأعمال المصدرين والمستوردين من صعوبة إيصال البضائع للأسواق في إفريقيا وخاصة في أعماق إفريقيا. أنت النهاردة حتى موضوع اللحوم وغلاء أسعار اللحوم في مصر، أنت عندك أسواق كتير جدا للحوم في إفريقيا. يعني أنت النهاردة بدأت تفتح أسواق جديدة مع تشاد. تشاد دولة مجاورة، لكن تخيل حضرتك مالكش طريق مباشر يربط بين مصر وتشاد، بين اقرب حدود مصريه وتشاد تخيل اقل من 400 كيلو، اقدر اقول لك 300 ل 350 كيلو متر بين الحدود المصريه وحدود تشاد، ورغم كده مفيش طريق مباشر بين الدولتين. النهارده انت بدات تفتح اسواق للحوم مع هذه الدوله، ولكن تخيل اذا كان بينك وبينها طريق مباشر، واذا كان بينك وبين جنوب السودان طريق مباشر، واذا كان بينك وبين وسط افريقيا طريق مباشر، فبتسهل ما تحتاجه، هتجده بسهوله، ما هيكونش عندك معاناه في رفع اسعار هذا الشيء، وما تريد ان تصدره ستصدره بسهوله، لانه المنتجات المصريه في اسواق بتحتاجها واسواق لا تحتاجها، بالتالي ما يتم رفضه من دولة بيتم قبوله في دولة أخرى. أنت النهاردة المفروض أنك بتفتح أسواق جديدة لعديد من منتجاتك، في يعني منتجات مختلفة خاصة المنتجات الزراعية، بتفتح حوالي 19 سوق جديد في المنتجات الزراعية المصرية بأسواق مختلفة. اللي أنا عايزه لحضراتكم أنه الفكر الناس بتنتقد فكرة إنشاء طرق داخل مصر، وأنا بنقل لك أنه وزارة النقل المصرية مش بس هدفها أنها تنشئ طرق داخلية، يعني الطرق الداخلية لها هدف، والطرق أيضا مع الدول الأخرى لها هدف آخر. الطرق دي طبعا مش ببلاش أو مجانا، أنا بتكلم عن طرق بتتكلف مليارات، ولكنها ضرورة، ضرورة هامة جدا لنقل السلع والخدمات بين البلدان وبعضها. تخيل حضرتك أنه في بلد فيها سلعة معينة وبلد أخرى فيها نفس السلعة بأسعار مضاعفة نتيجة لعدم قدرة ربط البلد دي مع البلد تلك، المفروض أن السلعة دي مقتصر على هذه البلدة ولا يمكن نقلها للبلدة الأخرى، وبالتالي بيحصل فيها زيادة ممكن تترمى والناس هنا مش لاقية تحصل على هذه السلعة. أنا بلخص لك الحوار في الجملة دي، فبنتمنى احنا نكون فاهمين أنه الطرق مش بتتعمل رفاهية أو استعراض قوة وعضلات، أنا بتحدث عن طرق المفروض انها تتناسب مع بنية، يعني دولة عمالة تزيد سكانيا. تخيل حضرتك سيبك من مصر 105 مليون، دول الكوميسا اللي هي 21 دولة، دول النهاردة معديين الربع او النص مليار نسمة. متخيل حضرتك دول فيهم حجم يعني اقتصادات بتدخل في حوالي 800 مليار دولار سنويا، وبالتالي دول اقتصاديا محتاجة، عندها كثافة سكانية كبيرة، عندها حركة اقتصادية، محتاجة انها تنفع بعضها، محتاجة انها تستفيد من بعضها في التبادل ما بينها، وبالتالي مش هتجد عندك ازمه اذا احتجت. انت النهارده بتتعامل مع دول معينه في اللحوم زي ما قلت لك، تشاد سوق جديده، السودان، اثيوبيا، بتستورد اثيوبيا ايضا منها اللحوم، وبالتالي لو فتحت اسواق اكتر في هذا النوع هتقدر انك تستفيد اكتر من التعامل مع هذه الدول. تعالوا نشوف خريطه الطريق عامل ازاي. الطريق المفروض ان جزء منه في مصر، بنتكلم على حوالي 1155 او 1166 كيلومتر داخل مصر، اما الطريق كله فبيبلغ طوله حوالي 10000 كيلومتر، 10228 كيلومتر من القاهره الى كيب تاون. الدول رقم واحد مصر، ثم جنوبا نحو السودان، تقريبا انت خلصت الجزء بتاعك نحو معبر اركين. وخد بالك ان الطريق داخل مصر هيكون في اتجاه الغرب، يعني هيمشي في محافظات الفيوم، الفيوم غرب، هيبدأ من 6 اكتوبر مثلا، زي مسار القطار الجديد المزمع اللي المفروض ان القطار الكهربائي اللي هيكون مساره في اتجاه الغرب، غرب نهر النيل، وهيمشي طبعا الطريق عبر محافظات بني سويف، هيمشي ايضا عبر محافظات الصعيد كلها، ثم يتجه جنوبا نحو المعبر الحدودي مع السودان، والمعبر ده في غرب أسوان أو في غرب بحيرة ناصر، ثم اتجه في السودان، ثم اتجه جنوبا نحو إثيوبيا، مش هيروح من عند جنوب السودان، هيروح من عند الساحل نحو إثيوبيا، ثم كينيا، ثم تنزانيا، أيضا عندك زامبيا، زيمبابوي، ناميبيا، وأيضا عندك جنوب أفريقيا. دي دول الطريق بشكل عام. الطريق زي ما قلت لك هو ربط بين دول القارة الإفريقية. الطريق هيستغرق رحلة سفر حوالي 5 أيام من القاهرة إلى كيب تاون. فأنت ليك الحكم على هذا الوضع. هل أنت عايز يعني تسهل وصول وأكسس لمنتجاتك للأسواق الإفريقية وتحصل منهم على ما تريد فتفيد وتستفيد، ولا عايز الأربطة والأوصال تكون غير مترابطة؟ وأنا أقول لحضرتك بوضوح، اللي بينفع أوروبا النهاردة، كل أوروبا تقريبا مرتبطة بالقطر، يعني كل دول أوروبا بينها قطار كهربائي سريع، أو حتى لو مش كهربائي هو قطار سريع بيربط أجزاء أوروبا في فترات زمنية قليلة، بسرعة بتوصل من البلد دي للبلد تلك، وبالتالي ما فيش مشكلة أبدا في نقل البضائع بين الدول الاتحاد الأوروبي وبعضها البعض.
انت اوريدي كدوله بينك وبين دول الاتحاد الاوروبي اتفاقيه تجاره حره، وبينك وبين الكوميسا وبينك وبين دول اتحاد افريقيا ايضا اتفاقيات تجاره حره. فبسبب موقعك بينك وبين الدول دي اتفاقيات بتعزز وتقدر من خلالها انك تستفيد. عشان كده لما بيجي مستثمرين يعملوا عندك يعني منتجات يبيعوها في الاسواق الاخرى، هو بيبيعها بحكم الاتفاقات اللي بينك وبين الدول الاخرى. لما تيجي تعمل طريق زي ده ويجي مستثمر عايز يستثمر في مصر، وبالتالي الاسواق اللي هيجدها هيقدر يبيع فيها منتجاته هتكون اسواق افريقيه بالاضافه لاسواق اخرى. ولكن لما يبيع منتجاته لاسواق افريقيه باستفاده من اتفاقيات تجاره مع دول افريقيه، فهيكون بالنسبه له الاستثمار في مصر امر مجدي جدا، وده اول شيء بيبص له على جانب او بالاضافه لعامل الامن والامان. هو بيبص لانه ازاي هنقل بتاعته من مكان لمكان اخر، وبالتالي مش بس الدولة عايزة ده، هم عايزين كمان يطوروا في المواد المصرية، وعايزين يحولوا الخدمات اللوجستية لعملية نقل، يعني اللوجستكس او خدمات الكونتينرز مش بس استيراد وتصدير، ده عايزين كمان يصنعوا هذا النوع من الحاويات والنقل. يعني في توجه للدولة ولكن البعض مش فاهمه. نتمنى ان احنا نخرج من الازمة الحالية عشان نقدر نستفيد اكتر واكتر من فكرة زيادة الاستثمار وتعزيز التواصل والترابط بين الدول في هذه المجالات. وزي ما بقول لك رجال الاعمال كانت اول شكوى ليهم بالاضافه لعامل الامن هو عدم وجود طرق تنقل مستلزماتهم او انتاجهم بين الدول وبعضها. مفيش سوق يستطيعوا انهم يصدروا ليها لانه مفيش طريق يصل لهذه السوق. نتمنى نجاح تنفيذ هذا الطريق المفروض انه مزمع ينتهي في 2024، لكن لا اعتقد انه ينتهي في هذا الوقت. الجزء المصري اوشك على الانتهاء، ولكن بقي للاطراف الاخرى انهاء اجزائها. بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.